بدري بدري والايام بتجري دم البدري بدري والايام بتجري مشاهدينا حلقة جديدة من مصر جميلة على شاشة تانية يوميا طبعا الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. دايما بنحرص ان احنا نكون معاكم من خلال اشهر او شهر رمضان وايام رمضان الجميلة. للأسف خلاص بدأ رمضان ينتهي على خير وان شاء الله يبقى الوباء كمان يزاح من هذا العالم باسرع وقت ممكن. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد ان شاء الله يبقى عيد جميل، ولكن الالتزام بالاجراءات الاحترازية مهمة جدا في هذه الايام واحنا في ذروة الموجة الثالثة. نتمنى الالتزام بالاجراءات الاحترازية في كل مكان مشاهدينا، وكمان احنا عندنا الموضوع ده مستمر لاخر 6 عشان بس ما حدش يتخض. بعد كده الاعداد هتقل ولكن لن ينتهي الوباء الى ان طبعا تصدر منظمة الصحة العالمية ان الوباء تم الانتهاء منه، واكيد بنحرص على الالتزام بالاجراءات الاحترازية واخذ الفاكسين او اللقاح المتوفر في وزارة الصحة. كمان بنحاول ان احنا نهتم بكل ما يخص الدولة والمبادرات المختلفة اللي بيطرحها رئاسة الجمهورية او بتطرحها رئاسة الجمهورية، ومن ابرز المبادرات دي الحقيقة على الاطلاق واهمها حياة كريمة وبالاخص تطوير القرى المصرية. احنا عارفين بيتم العمل على تطوير 1500 قرية مصرية في 26 محافظة ما عدا القاهرة، لان القاهرة ما فيهاش قرى. المبادرة دي هنعرف تفاصيلها بالظبط مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي سيد زهيري عضو مجلس امناء المنتدى المصري للاعلام. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. وكمان اكيد الموضوع هيبقى فيه حاجة لايت وشوية فن، ولكن فرقتنا النهاردة بتبقى متميزة اسما وموضوعا. هيبقى انشاد ديني، والحقيقة اسمها لفت انتباهي جدا. هم مجموعة من الشباب واسم الفرقة ثلاثي اضواء المديح، يعني تزامنا مع ثلاثي اضواء المسرح. برحب بيكم استاذ احمد عبد الباعث، اهلا بيك، واكيد كمان استاذ مصطفى سعيد على الدف، واستاذ عبد الله هاني على الطبل، اهلا بيكم. هتسمعونا اغاني حلوه اكيد. اهلا بيك استاذ سيد زهيري الكاتب الصحفي. دايما بنتابع مع حضرتك حتى كمان في مصر جميله كل ما يخص مبادره تطوير الريف المصري، عايزه اعرف اخر مستجدات. يعني خلينا الاول، واحنا يعني سعيد دايما بتواجد التلفزيون المصري ومن خلال برنامجكم اللي دايما بيهتم بكل ما يخص القضايا الاجتماعيه في الوطن. خلينا نعيد على كل الشعب المصري واحنا بنودع ليالي الشهر الكريم. من داخل التلفزيون المصري بنقول لكل الشعب المصري كل سنه ومصر بخير وسلام وامان ان شاء الله، ويزول الوباء ونرجع تاني نعيش طبيعه الحياه الطبيعيه. احنا كنا لسه من ايام بنعيد على اشقاء الوطن عيد القيامه المجيد، ان شاء الله مصر كل ايامها اعياد باذن الله يا رب. بالنسبه لحياه كريمه، هو الاسم لوحده حياه كريمه. بالظبط، وده اللي احنا بنبغاه لكل الشعب المصري بفئاته المختلفه. استاذه دينا، احنا مصر كانت بتعاني في حقب مختلفه من الاهمال، حاله اهمال للريف المصري. الإهمال ده ولسنين طويلة جدا خلف مشاكل عدة وبقت مشاكل مزمنة
انا كنت قلت مع حضرتك قبل كده ان كان يصعب التصدي ليها بالظبط، وكان حلم، كان حلم زي ما قلت قبل كده، كان حلم شخصي كمان. يعني انا حتى في لجنه 50 اللي هي لجنه الدستور، النقطتين اللي اتكلمت فيهم نقطه العشوائيات ونقطه الاهتمام بالريف المصري سواء بصعيد مصر او بريف مصر عامه. تمام. الريف المصري حاله الاهمال دي نتج عنها موضوع الهجره الداخليه بالظبط، والهجره لعواصم المحافظات. الهجره خلفت مشاكل جوه الحضر، خلفت بؤر، خلفت بؤر عشوائيه وبؤر امنيه. العشوائيات احنا الفتره الاول الرئيس ما استلم اشتغل على ملف العشوائيات وانجز فيه انجاز كبير جدا، وانشا مدن بمفهوم متكامل، يعني في فرص العمل، في الخدمات، في بيئه صحيه يقدر ينشا فيها انسان سوي كمان. بعد كده احنا اتجهنا للريف وبدانا بحياه كريمه اللي كانت بتشرف عليها وزاره التضامن الاجتماعي، كانت مبادره رئاسيه، كانت في اول في يناير 2019. تمام. وكانت بتستهدف 1000 قريه. الرئيس واحنا في ظل ما نشهده من جائحه على مستوى العالم كله، ومصر بتخطو خطوات هائله في مشروعات قوميه على مستوى البلد، من بنى تحتيه، من طرق، من مناطق اقتصاديه جديده، من مدن على مستوى المحافظات، الظهير لكل المحافظه بقى في مدينه، المنصوره الجديده، الاسماعيليه الجديده، بقى في مدن برضه بالمفهوم المتكامل اللي الرئيس بيعمله. ان في ظل كل ده الرئيس يجي في يناير 2021 ويكبر الحلم المصري او يحقق الحلم المصري اللي كلنا كنا بنحلم بيه، وفي ظل ظرف صعب جدا. يعني كان كلنا بنقول واحنا بنعمل مشروعات القوميه الرئيس مع جائحة كورونا ممكن يبطأ يأخر الموضوع أو يأخر الموضوع بالزبط. أو يأجل، ما كانش حد يقدر يقول لا، كان صح. ممكن يتاخده، يعني كان ممكن يبقى تاكي لأي حد. احنا الدولة الوحيدة تقريبا اللي اشتغلت في كل مجالاتها وفي كل أفراعها ان هي تكملي حالة الإنجاز الأبهر العالم ده. وهنا بتذكر آية بتقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. احنا لما بنتكلم عن منجزات الدولة المصرية وللأسف بنتهم ساعات الرياء والنفاق، وده مش حقيقي، بس الناس معذوره في ده لان بعض النماذج في المشهد الاعلامي بالاسلوب او الاسلوب الخاطئ، الطرح او الطرح الخاطئ للرساله الاعلاميه بتشوه المنجز اللي موجود ومرفوضه عند بعض او عند نسبه كبيره في الشارع المصري. الناس مش ضد الدوله ولا بتقول ده لانها ضد المنجز اللي حصل، الناس بدات تشوف وتلمس الكلام ده بنفسها طبعاً. لما بتمشي على طريق شايفه طرق مختلفه بالزبط. لما بتقعد في سكن في مدن جديده شايفه مفهوم مختلف للمدن الجديده. اما يجي الرئيس في عز كل اللي احنا فيه ده واحنا بنقول ان احنا بنمر بازمه كبيره جدا ويطلق مشروع ضخم اللي هو مشروع تطوير الريف المصري، حضرتك يعني تطوير الريف المصري 55 مليون نسمه هيستفيدوا من المشروع. صح. انت عندك الرئيس قسمه لثلاث مراحل. من 2021 ل 2024. المرحلة الأولى فيها 1500 قرية. أخذ في المرحلة الأولى القرى الأكثر احتياجاً وفقراً. فقراً بالظبط. على مستوى مراكز المحافظات المختلفة. بالزبط. وبدأ فيها وإن إحنا بنحط كمان خطة تنفيذية، يعني إحنا ما بدأناش بدون آليات تنفيذ وده الجديد. والملمح المهم جداً في ده إن إحنا ما بقيناش جزر منعزل. بقى في كل الوزارات المعنيه متكاتفه في الموضوع، في هيئات الدوله كلها متكاتفه. انت بداتي بجهاز التعبئه العامه والاحصاء اللي عمل رصد كامل للمحافظات واعداد السكان بالظبط، ودرستي مشاكل المختلفه لان انت عندك بيئات مختلفه سواء في الصعيد او في سيناء او في بحري، يعني كل بيئه من دول فيها مشاكل مختلفه عن البيئه الثانيه. انت البنيه التحتيه متهالكه، انت صرف صحي مفيش، انت طرق مفيش، انت مدارس برضو ببعض القرى الريف كانت فيها مشاكل كبيرة جدا والمراكز الصحية. فانت بتشتغلي على 1500 قرية في المرحلة الاولى، ثلاث مراحل. الميزانية كانت بادئة، الرئيس كان بادئها راصد 200 مليار جنيه. 200 مليار جنيه على ما اشتغلنا. الميزانية زادت دلوقتي، يعني وزير المالية اعلن ان الميزانية هتوصل ل 600 مليار. ده 600 يعني مليار ده رقم ضخم جدا. انت الموازنه العامه للدوله في نص 2 تريليون ونص اعتقد، يعني
انت بتاخدي ربع الموازنه العامه للدوله لمشروع تطوير الريف المصري. واحنا بنتكلم في السكان تقريبا يعني. طبعا. المشروع ده انعكاساته مش هتبقى بس على الريف المصري، انعكاساته هتبقى على كل الدوله المصريه، لان انت بتخلقي، شوفي مع كل المشاكل اللي كان بيعيشها الريف المصري، الا ان النوابغ والمبدعين بيطلعوا من الريف المصري. فما بالك لما تهيئي البيئه الصالحه والسليمه للنشء وللتعليم وصحه وكل حاجه، ان المواطن يطلع هيطلع منتمي جدا اكثر انتماء يعني، ودايما هو دايما منتمي، بس هيطلع اكثر انتماء لبلده لانه هيبقى شريك يعني، هو كمان شريك كمان في بالزبط. الموضوع الرئيس قال شاركوا شباب كل قريه، لما تنزلوا هم اللي بيحددوا مشاكلهم، هم اللي يشاركوكوا في التنفيذ بالظبط. فانت مشروع ضخم جدا، نسال الله ان هم ان شاء الله يكمل أكيد. ونشوف نتائجه وثماره ان شاء الله. اكيد هنتكلم لسه طبعا على موضوع تطوير الريف المصري، ودايما سياده الرئيس بيحرص على بناء الانسان المصري قبل كل شيء، دايما يقول بناء الانسان قبل العمران، ده مهم جدا. هنرجع بقى لفرقه ثلاثي اضواء المديح ونسمع حاجه كويسه وجميله. اكيد انا كنت شايفاكم في البروفات بتقولوا اغاني حلوه قوي، عايز اسمعها كلها. تفضل هتبدا بايه؟ هنقول حاجه تشوقت روحي. تمام. الله 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 تشوقت روحي لشط الوادي، تشوقت روحي لشط الوادي، وكنت عايز اسالك كام سؤال كده. اول حاجه زي هل ما انا قلت ثلاثي اضواء المديح زي ثلاثي اضواء المسرح، هل جالكم الاسم والفكره من ده بالظبط؟ فعلا. كنتوا بتحبوا ثلاثي اضواء المسرح؟ آه. مين فيكم زميل غانم؟ هو طبعا هو احنا ثلاثه. مش احنا كده، في واحد اسمه بنتمنى الشفاء طبعا للفنان القدير سمير غانم ودلال عبد العزيز.
محمود في معنا محمود، بس هو طبعا للاسف دلوقتي، مش للاسف طبعا، هو شيء شرف طبعا، بيخدم طبعا الوطن دلوقتي في الجيش هو حاليا، ومؤمن كان المفترض مقرر ان هو يكون معنا النهارده لكن تعبان، فنسال الله عز وجل. يعني انتوا اصلا ثلاثه ولا خمسه؟ ثلاثه منشدين. ثلاثه منشدين فعشان كده احنا سميناه ثلاثي اضواء المديح. جميل. ومعانا كمان كريم، بس انا تقريبا اللقاء بتاعي هيعمل حوادث لنص شباب مصر، مش عارف ليه يعني. كريم عامل حادثه، فنسال برضو الله عز وجل ان يشفيه. لا ان شاء الله المره الجايه تبقوا معانا انتوا ثلاثه ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا، واكيد هنسمع لسه برضو غنى من غنائك الجميل ده. برجع مره تانية للاستاذ سيد، وحابه اتكلم، احنا اتكلمنا قبل كده برضو عن الموضوع تطوير الريف المصري، والحقيقه يعني دايما الحاجات الجميله لازم نلقي الضوء عليها من خلال التلفزيون الرسمي ومن خلال كمان القنوات الرسميه والمسموعه والمرئيه. حابه اتكلم عن دور المواطن يا فندم، يعني زي أو بعد ما بداوا تبطين الترع كان في ناس اتضايقت جدا ان في ناس بدات ترمي القمامه، والموضوع ده اثار جدل كبير جدا، فلازم للمواطن يبقى دور مهم قوي في الحفاظ على مقدرات الدوله بشكل عام والمشروعات القوميه اللي بيتم طرحها من خلال رئاسه الوزراء. حابه اعرف دور المواطن المصري. والله يا استاذه دينا، وانتينا بتغيري ثقافه، احنا للاسف انا بقول حته الانتماء، يعني السلبيات اللي كانت موجوده ان كان اي مواطن حتى في بيته في عمارته بينزل يشيل قص القمامه ويرميه في جوه مدخل بيته او قدام بيته. احنا بنغير ثقافه عشان كده بقول لحضرتك اللي بيحصل ده او الطفره اللي بتحصل او النقله النوعيه اللي بتحصل في الريف المصري هتغير ده بالطبيعه. احنا للاسف لما عملوا في بدايه ما جه الريس وعمل مشروع تبطين الترع، وده مشروع برضه ضخم داخل مشروع تطوير الريف المصري، كان برضه في بعض السلوكيات السلبيه. دور الاعلام هنا مهم جدا بصراحه. طبعا يعني ده احنا هساله بعد كده عن دور الاعلام. الاعلام وده اللي احنا بنقول يجب ان يكون الاعلام المصري، علشان كده بنطرح الموضوع ده كتير جدا، علشان يبقى قد ايه مهم بالنسبه للمواطن المصري ان هو يحافظ على مقدرات الدوله والمبادرات اللي بتتم طرحها. مقدراته هو، يعني هو مواطن مصري بالظبط. الفلوس اللي بتتحط دي هي فلوسه، المشروعات اللي بتتعمل مشروعات بتستهدفه هو شخصيا، فدور الاعلام هنا مهم جدا، والرساله الاعلاميه الايجابيه اللي بتحفز الطاقات وبتعزز الانتماء والهويه المصريه دي رساله لازم نرجع لها تاني. الاعلام التنموي محتاجين قوي نشتغل على ده، عشان كده احنا لازم نبقى صراحة مع نفسنا، الرساله الاعلاميه المصريه ليست على قدر المنجز المصري. احنا محتاجين كتير. التلفزيون المصري انتوا برنامج اعتقد كل قضايا المحوريه اللي بتطرح عن الانجازات قضايا عن القضايا الاجتماعيه اللي بتخص المواطن المصري، عن القضايا المجتمعية المختلفة بالزبط. عن ما يطرح من مبادرات رئاسية، عن مشروعات قومية، وده الحقيقة لما بنتكلم بموضوعية، ولذلك أنا بقول الصورة بألف كلمة. صح، أنت عندك منجز لو نزلت بالكاميرا بس مش محتاج تتكلم. صح، يعني بالزبط. الكاميرا لوحدها كفيلة إن هي تدحض أي ادعاء بيحصل، ادعاء مغرض من قنوات موجهة. احنا مش منوط بينا ان احنا نفضل مجرد قاعدين بنناهض قنوات وللاسف الرد عليهم بيعليهم. احنا محتاجين نشتغل نظهر المنجز بتاعنا، احنا عندنا منجز حقيقي، اللي ما عندوش منجز صوته بيعلى وبيحاول يشتغل بالصوت العالي عشان يعوض الفقد او النقص اللي موجود عنده. احنا عندنا منجز حقيقي على الارض محتاجين نشتغل عليه. اللي بيحصل في الريف المصري تاكدي ان مع الوقت ثقافه او الثقافه السلبيه او بعض السلوكيات اللي موجوده هتتغير لوحدها مع الوقت. بالظبط. احنا محتاجين نشتغل عليها. اللي بيحصل في تطوير، انت ما بتطوريش حجر، انت بتطوري الحجر والبشر، تستثمري، ما بتشتغليش بمفهوم ان انت بتطوري بيوت بس، لا. المشروع بيرتكز على ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاولاني هو البنيه التحتيه والاساسيه من مياه وصرف صحي وطرق ومدارس. المحور الثاني محور على الخدمات العامة من صحة وتعليم وخلافه، بتشتغلي تطوري مدارس، بتشتغلي على كل البنية التحتية بتاعت مستشفيات، بتطوري. كان في كرة كانت عشان يروح لمدرسة او يوصل لمدرسة كان بيعاني. طبعا دلوقتي انت بتبني مدارس، بتبني مجتمعات كاملة. خلي بالك في اوروبا الريف ده مصدر للسياحة،
يعني في سياحه ريفيه موجوده. انت باللي بتعمليه ده في الجو اللي ربنا حبانا بيه، الطقس اللي ربنا حبانا بيه، ممكن تحولي الريف المصري لمصدر دخل سياحي كمان، يعني ممكن تشتغلي على ده. مش مجرد ان انت بتطوري ده، لا، انت بتطوري الريف المصري، قادر مع التطوير ده انه يستقبل سياحه ريفيه. انت بتشتغلي على زي ما قلت الحركة على محاور عده. المحور الاهم بالنسبه لي اللي بتشتبك فيه منظمات المنظمات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني، اللي هو تغيير الثقافه والوعي. ولازم كلنا، انا بقول كلنا، في حرب تنميه، وزي ما الرئيس بيحارب على مستوى السياسه الخارجيه، احنا جوه البلد مع الموجز اللي بيحصل لازم كلنا نبقى جنود جوه الحرب التنمويه او الاستهداف او خطط التنميه الشامله اللي احنا بنعملها. انت بتعملي تنميه شامله ومستدامه جوه الريف. بالظبط. هنتكلم كمان عن ازاي الموضوع ده خلى نسبه البطاله تقل، ولكن بعد ما اسمع برضو استاذ احمد حابه برضو اسمع حاجه من عندك. قبل كمان ما اسمع، كنت انت قلت لي قبل الهوا ان انا خريج تربيه رياضيه جامعه الازهر. عايز اعرف بقى يعني رياضه والفن، طبعا هو قريبين بعض، لكن طبقات السوق والصوت والغنى اكيد محتاج دراسه، او كمان هو موهبه لكن بدراسه كمان. حابه اتكلم عنه. هو انا وانا خريج كليه التربيه رياضيه جامعه الازهر، هو زي ما حضرتك قلت كده، هي موهبه. انا مش دارس اي موسيقى خالص، هو انا اعتمدت على الموهبه بتاعتي. اشتغلت في كذا فريق من الفرق اللي في مصر هنا بتاعت الانشاد الديني، فريق اسمه الزهراء، مديح وارتقاء، وفريق اسمه سلطان اللي عارفين للانشاد الديني، وفريق اسمه الاصاله للموسيقى العربيه. فيعني الى حد ما ده خلاني اسمع كويس واشتغل مع الموسيقى كويس. جميل. اضافه لكده كمان ان انا مش من القاهره اصلا، انا ريفي. يعني من اخبار الريف معاك ايه بقى؟ احنا عايزين نتكلم عن الريف. 100 100. احنا الجو عندنا من اي قريه او من اي محافظه؟ انا من بلد، من قريه بسيطه متواضعه كده اسمها قريه منشاد حمور، مركز دمنهور، محافظه البحيره. جميل. من مدينه دمنهور عموما يعني. جميل. في فريق حاليا دلوقتي ناشئينه في عندنا في المحافظه باسم محافظه البحيره، بيرعاه سياده اللواء هشام امنه. لكن احنا طبعا مستنيين ان احنا نكون معتمدين في قصور الثقافه. يعني ده بيتكلم عن الوحده الوطنيه، مزج بين التراث القبطي والتراث الاسلامي، انشاد ديني وترانيم مسيحيه. حلو قوي. فده حاله جميله جدا، لكن نسأل الله عز وجل ان احنا نعتمد عن قريب يعني. ان شاء الله. يا رب. هنغني ايه بقى دلوقتي؟ هنقول تركت باب الرجل. تمام. ان شاء الله. تركت باب الرجاء والناس قد رقدوا، تركت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا سيدي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعرف.
جامد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد بسطت يدي بسل مفتقرا إليك، وقد بسطت يدي بسل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدي. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحوج
بيكم مشاهدينا مرة تانية على الهواء مباشرة، وصوت الكروان رائع والقاهرة ساحرة دايما، حتى لو كان في وباء برضو القاهرة ساحرة مهما كان. الناس اعداد قليلة، لكن ده مهم جدا في هذه الفترة، لان طبعا بعد 9 المحلات بتقفل، يعني احسن ان احنا نقعد في البيت نتفرج على التلفزيون ونقرا الاخبار من خلال النت، يعني كل حاجه بتبقى سهله دلوقتي. برجع لاستاذي وضيفي استاذ سيد زهير الكاتب الصحفي وعضو مجلس امناء المنتدى المصري للاعلام، وبتكلم عن البطاله يا فندم. البطاله من ساعه ما بدات مشروعات القوميه بالشكل عام في كل انحاء الجمهوريه بعد تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهوريه، بدات اعتقد البطاله كمان عددها يقل، لان كله بدا يتجه من الشباب الخريجي، الشباب بدأوا يتجهوا الى هذه المشروعات. حابب اعرف برضو راي حضرتك في الموضوع ده. بالفعل هو كان في توجه عام من والرئيس طالب بيه ان كل المشروعات القوميه اللي بيقوم عليها شركات مصريه واللي بيشتغل تشتغل ايد مصريه. حضرتك لو تعرفي ان في خلال السنوات اللي فاتت دي كان عدد كبير جدا من المصريين اللي بيشتغلوا في الخارج رجعوا، فده كان عامل مشكله كبيره. لو ما استوعبتش جوه البلد كانت هتحصل مشكله ممكن تتطور لمشاكل اكبر. يعني المشروعات القوميه استوعبت عدد كبير جدا من العماله اللي جت من الخارج، زائد ان استوعبت عدد كبير جدا من اعداد البطاله اللي كنا بنعاني منها. اي شاب في مصر دلوقتي عنده عزيمه وعايز يشتغل هيلاقي فرصه شغل. المهم ما يركنش للقعده، لو دور على اي فرصه شغل في اي مشروع من المشروعات اللي موجوده، المشروعات بتستوعب اعتقد اكثر من العماله اللي موجوده. كمان واحنا بنتكلم على الريف المصري، الريس خلال الاسبوعين اللي فاتوا قعد مع الوزارات المعنيه والناس اللي بتشتغل في اللي قائمة على الإشراف على المشروع، واجه رئاسة الوزراء كمان بدعم حاجة مهمة جدا ممكن تقلل من نسب البطالة وتعمل تشغيل داخلي داخل كرة الريف المصري اللي هي تصنيع المحل. تمام. احنا كنا دايما بالنادي بان احنا على محيط مصر كلها في بيئات مختلفة، البيئة السيناوية والبيئة الصعيدية والبيئة البحروية، كل بيئة من دول فيها صناعات، كل بيئة فيها بلد صناعات تخص بالزبط. البيئة والثقافة على مساحات مصر الشاسعة كلها. احنا للأسف كنا مهملين جدا، وكانت مفيش اهتمام بالإبداع اللي ممكن يطلع من المنتج ده. احنا المنتجات الصينية للأسف لجأنا ليها واستسهلنا الاستيراد من الخارج، وبتيجي اعتقد منتجات لا يعني لا تصلح للاستخدام الادمي يعني بالظبط، واحنا بنستهلكها عندنا في مصر. اللي بيحصل دلوقتي ان الرئيس امر او اعطى توجه بان دعم الصناعات المحليه، بمعنى ان كل بيئه من البيئات اللي احنا بنتكلم فيها سواء في بحري او في الصعيد او في البدو، الصناعات اللي بيشتهروا فيها سواء صناعات يدويه، في حد بيشتهر بالمنسوجات، في حد بيشتهر بالفخار، في حد بيشتهر بالتصنيع الجبن والالبان ومش عارف ايه، هيبقى في مجتمعات صناعيه جوه القرى. يعني هو دلوقتي بيقعد مع الشباب اللي موجودين في كل قريه. انتوا اللي ينقصكوا ايه؟ وايه المنتج وايه المشروعات اللي ناقصاكوا تحبوا تشتغل بيه؟ يكون مجتمع صناعي يتماشى مع البيئه اللي هو شغال فيها، فانت بتعملي اللي هو ده مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة. صح. انت بس ما بتخرجيش بتطوري زي ما كنا بنعاني من المحلات بعد كده الدنيا تبوظ، لا انت بتعملي تنمية شاملة ومستدامة، ان هو بيشتغل يبقى في فرصة عمل، وحضرتك بتطوري الريف المصري، كل الشغل اللي بيتعمل ده بشركات مصرية، وشباب القرى بيشتبكوا ويشتغلوا مع الشركات دي، لا وتفضل فرصة العمل مستدامة في المجتمعات الصناعية اللي هتنشأ مع التطوير. الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصغر دي من المشروعات المهمة جدا، ومشترك فيها جهاز تنمية الصناعات الصغيرة أكيد، ووزارة التضامن دايما بتطرح من خلال هذه الصناعات زي السيدات بالتحديد في ديارنا وتراثنا معارض الدورية، وكمان زي ما قال سيادة الرئيس ان المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر دي اقتصاد موازي للاقتصاد القومي للبلد. هنرجع مرة تانية لأحمد، أهلا بيك يا أحمد، وطبعا مصطفى وعبد الله
مين عبد الله؟ انت عبد الله؟ عبد الله على اسم ابني يعني. قول لي بقى هنغني ايه دلوقتي؟ هقول الحب ديني. الحب ديني. تمام. الحب ديني فلا أبغي به بدلا، والحسن ملك مطاع عزت ولكن فيك أبذلها، والذل مر ولكن في رضا محبته. لا 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 اشتكي منك لا صدا ولا مللا. طبعا مع الاتموسفير او يعني الجو احنا عايشين فيه ده، والاغاني الدينيه روحانيات رمضان احنا مفتقدينها الحقيقه. دايما في مصر كانت لا تنام في رمضان، لكن يعني ان شاء الله السنه الجايه يبقى الحال افضل بكتير. بنتكلم لسه على تطوير الريف والمشروعات القوميه بشكل عام، ودايما استاذ سيد لما يبقى في مشروعات قوميه يبقى في مؤسسات متكاتفه وكمان مجتمع المشاركه المجتمعيه. حابه اتكلم عن المشاركه المجتمعيه. ما هو هنا بقى التكامل المهم جدا
اللي شالنا زي ما بقول من موضوع الجزر المنعزلة. أولا التكامل الرسمي بين الوزارات بعضها البعض، احنا كان دايما في حالة من التنازع كده بين الوزارات، بتيجي تعملوا طريق ده يتبع الري ولا يتبع وزارة النقل ولا يتبع وزارة الزراعة، وكان الدم بيهدر بين الوزارات التلاتة او بين اي وزارات في اي موضوع مش موضوع طرق بس. التكامل اللي حصل دلوقتي ان كل الوزارات بتقعد وبتعمل استراتيجي قبل ما تبدأ شغل، وبتخطط وبتعمل بلان وتبدأ تشتغل على الارض. مش بس كده، الهيئات المصرية كلها الهيئات الرسمية، الرئيس لما طرح مشروعات القومية او مشروع تطوير الريف المصري قال انا بطالب كل المصريين يشاركوني، زي ما كلكم هتتحملوا عناء ان احنا بننقل مصر من دولة كانت انهارت بنيتها التحتية والعشوائية اللي كانت موجودة في بعض البنى التحتية بتاعتها لدولة بنأسس من جديد دولة على متسع مصر كلها. انا عايزكم كلكم معايا في دلوقتي بيشتبك في مشروع الريف المصري حاليا منظمات المجتمع المدني، وبيشتبك شباب الكرة زي ما احنا قلنا. الروح المشاركة المجتمعية دي بتخلق ثقافة جديدة. حضرتك احنا كنا بنعاني ان في الريف كان دايما نائب مجلس الشعب ده بيسموه نائب خدمات، يعني بينتخب ويعاد انتخابه بمقدار الخدمات اللي قدمها، سواء وظف ناس او قدر يسفر الطريق او قدر يعمل مدرسة، وده المنجز اللي بيتكتب له عشان يدخل مجلس الشعب تاني. الدولة كانت شو تقوم بدورها، لما الدولة تدخلت دلوقتي وبتقوم بدورها بنغير ثقافة مهمة جدا، ان نحوله من نائب خدمات لنائب تشريع. نائب مجلس الشعب ده المفروض يكون له معايير في المستقبل اعتقد القريب جدا هتتغير معايير اختياره من المعايير اللي بتأهله يكون نائب خدمات، يجري حوالين الوزراء والوزارات ويحاول يخلص خدمات، ولان الدور ده هيستمر الفترة لنائب تشريع يكون على قدر من الثقافة والتخصص انه يقدر يشرع لمستقبل مصر، انه يقدر يناقش قضايا مصر المصرية. النقلة دي نقلة نوعية في الثقافة المصرية، زي ما بنقول ان احنا هيبقى عندنا نقلة نوعية في الانتماء والهوية، ان احنا السلبيات اللي احنا بنشتكي منها كلنا اللي احنا بنعملها بايدينا وبنشوه صورة البلد بايدينا، لما بنحس ان احنا بنشارك دايما، لما بتشارك المنجز تحافظ عليه. هو البني ادم لما بيحس التجاهل ممكن يفقد، هو ما بيفقدش الانتماء كلياتا، انما في حتة سلوك خاطئ بتحصل، ممكن نقول عفوية، ممكن نقول عدم توجيه، ممكن نقول لذلك احنا في المنتدى المصري الاعلام عندنا بنناشد دايما، وكان مشروعنا الرئيسي ان احنا من احنا بنقول تقييم او تقييم الرسالة الاعلامية، لا طب ما احنا نكون البديل، ما احنا نحاول نكون اطلقنا مشروع القومي للوعي والتنوير. المشروع ده احنا كنا بنستهدف تغيير الثقافة اللي حضرتك بتقوليها، تشتغلي على في القرى ما تبقيش مركزية في عواصم المحافظات. زي ما احنا شفنا الشباب دول بيمثلوا اصالة الريف المصري. منشدنا الجميل قال انا جاي من قرية بسيطة جدا من قرى البحيرة. لا عشان كده بقول الريف المصري دايما لن ينضب ولن ينضب ابدا من مبدعين بيطلعوا مبتكرين، علمائنا اغلبهم لو جيت اتدورت تلاقي اصولهم ريفيه. فالمشاركه المجتمعيه مهمه جدا. قضيه ان احنا نشتغل على قضايا الوعي والتنوير، احنا المشروع متكامل، عشان كده المشروع مش قايم بس على ان انت بتبني وبتشتغلي على الحجر، المشروع قايم على ان انت تغيري ثقافات. اولا الانتماء هيجي بالطبيعه، احنا عندنا انتماء فطري ده موجود، ودايما بنقول ان المصريين، ولذلك كان يظهر دايما وقت الازمه بالظبط، مهما كنا بنشكو وبنقول في هجوم على البلد وفي مش عارف ايه، لما بتبقى مصر في ازمه بتلاقي المواطن المصري البسيط قبل المثقف بالظبط واقف في الصف الاول، فده انتماء فطري للبلد علشان احنا تأصلنا وعندنا حضارة وتاريخ يسمحوا لنا بكده. ده للأسف مع التطور التقني اللي موجود والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي في تأثير، وده كان مستهدف بيه الأجيال الجديدة. يعني يمكن احنا
يعني عندنا مقاومة شوية أو مناعة طبيعية، لكن الأجيال الجديدة اللي نشأت في ظل ثقافة مختلفة وعالم مختلف يعني ما بياخدش كل معلوماته أو إذا كان بيت بيربي ففي جهاز في إيده تكلمنا كتير مسلط على هويته وعلى انتمائه وعلى كل حاجة، وللأسف في ناس بتشتغل على ده بالظبط. أعتقد كمان أحداث يناير يعني علمتنا إزاي نتقصى الحقيقة وإزاي نشوف المعلومة بتيجي منين. يعني الموضوع ده بقى عندنا أعتقد وعي كبير جدا جدا من خلال كمان أي نشر خبر بنلاقي دايما المواطن حريص أنت مصدرك إيه، هات لي المصدر، يعني دون يعني الخوض وراء مثلا أو مشاركة خبر دون مصدر. ده مهم جدا وإحنا عايزين نتكلم فيه كمان موضوع قصة السوشيال ميديا. لكن هرجع برضو تاني للمنشد أستاذ أحمد، اتفضل. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا وحسن، كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. جميلة جدا يا أحمد. عايز أتكلم عن الآلات اللي بتستخدم في المدح، دايما بتبقى الطبل والدف ولا في حاجات تانية؟ هو المفترض إن هو الإيقاعات اللي هي نقول عشان نخش في المحرمات، يعني اللي هو الدف
تمام. الالات الموسيقيه دخل حديثا على الانشاد الديني. احنا قبل كده كنا بنسمع المجتهدين زي النقشبندي، نصر الدين طوبار، كلهم كانوا بيقولوا حاجات فرديه من غير ايقاعات ومن غير اي حاجه. الحاجات اللي هي الالات الموسيقيه زي العود، الناي، اي حاجه الات وتريه عموما، هي داخله حديثا يعني مش من زمن بعيد. تمام. على الانشاد الديني يعني. بتغني النقشبندي لنصر الدين طوبار. طب ما نسمع. في الأرض أنت وفي السماء إله، في الأرض أنت وفي السماء جدا. بشكرك استاذ احمد منشد الديني. برجع مره تانية لاهميه السوشيال ميديا بالتحديد استاذ سيد. الفتره المؤخره يعني من 6 سنوات او اكتر شويه بدا الاهتمام بالمواقع الرسميه للوزارات، وده خلى المواطن يعني يبقى بيحصل على المعلومه الموثقه والسريعه. حتى يعني بنشوف الاخبار مثلا اي حاجه بتحصل بنرجع للوزاره المعنيه، لو مثلا اي حاجه في وزاره الداخليه، في وزاره الصحه، بنرجع دايما للموضوع ده. شايف ان الاهتمام بالسوشيال ميديا من خلال الوزارات المختلفه للدوله اهميتها ايه بالنسبه للمواطن؟ وزي ما حضرتك بتقولي كده استاذه داليا، فعلا عدم اتاحه المعلومه هي البيئه الخصبه لاطلاق الشائعات. بالظبط. دايما لما بقاش فيه معلومة موجودة على أي حدث أو أزمة بتحصل، بتسيب المجال للترويج، لأن الناس بتخترع شائعة طبعاً. وبتبني عليها، وللأسف بتصدق نفسها. مجلس الوزراء من فترة بدأ يعني مبادرة حميدة جداً، وهو عمل مركز معلومات بيفند اي اشاعات تحصل، وكمان بيتيح المعلومه وما بيعطيش مساحه او مجال لاطلاق الشائعات. صح. لان احنا كنا بنشتكي دايما ليه احنا مع حاله الاستهداف اللي كانت موجوده، وفي قنوات اتعملت علشان تستهدفك. مع عدم وجود معلومه، وكنا للاسف ما فيش معلومه متاحه، وكنا دايما بننادي بقانون حتى لاتاحه المعلومات. لما تواجدت في رئاسة الوزراء، وكل وزارة بادرت بعد كده ان هي عندها مركز لتفنيد الشائعات. بالظبط. الكلام ده مهم جدا. احنا في فترة بعد 25 يناير يعتبر في حرب حقيقية. طبعا. احنا بنقول احنا بنطور داخليا وبنحارب داخليا في قضية التنمية، والرئيس مع كل ده بيحارب خارجيا في جبهات كتيرة جدا. حدود
كانت كلها ملتهبة بالظبط. بتحاولي تستعيدي قوة مصر في الخارج، عمقك الافريقي كان برضو زي ما اهملنا الريف المصري بالظبط، كنا اهملنا بنفس القدر او اكتر العمق الافريقي بالظبط، وبدأت دول تانية تستقر وتسيطر وتقعد. دلوقتي احنا بنعاني من ازمات بسبب الموضوع طبعا. برضو المواطن هو اللي عنده الوعي الكامل، وبدأ المواطن يبحث عن كل المصادر من خلال مراكز معلومات او من خلال المصادر الخاصة بأي وزارة، بيوصل لعطول دايما للموقع الرسمي على السوشيال ميديا. بشكرك ضيفي الكريم أستاذ سيد زهيري، عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام، شكرا لك جزيلا لكل معلوماتك القيمة. بشكر المنشد الديني أحمد عبد الباعث، وعازف الدف أستاذ مصطفى سعيد، وعازف الطبل أستاذ عبد الله هاني. مرسي جدا ليكم، نورتونا النهاردة، ودايما بالتوفيق والنجاح، ودايما يبقى الريف بيطلع مواهب عظيمة كده. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم، نلتقي ان شاء الله حلقه جديده من مصر جميله على الثانيه غدا ان شاء الله. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان، يا حبيبي يا رمضان، أنزل القرآن. أهلا بشهر الصوم والخير والغفران، أهلا بشهر الصوم والخير والغفران، مطهرا القلوب وغافر الذنوب، قلوبنا تذوب والإيمان. يا حبيبي يا رمضان في العالم كله حاجة وفي مصر